يا راجل. السلام عليكم. يعني لنا سنة بنتصور ونصور من بعيد وطلعت لك مصر ولا لحقنا نصور حاجة مع بعض. احنا هنمثل ان احنا ما صورناش حاجة مع بعض. هو ده اللي ضروري لانه انت خلص. عارف ايش اللي صار؟ الوقت ما سمحش خالص. يعني كنا مع بعض طول الوقت يومين في مصر بس الوقت ما سمح. سبحان الله. سبحان الله. طيب الحمد لله جات الفرصة ونتقابل في أرض محايدة. نعم yeah. الإمارات. بيني وبينك الإمارات يا مهدي. عيال زايد بيني وبينك يا مهدي. خلينا نشوف. طيب حلو. احنا الحمد لله صدفت انه قدرنا نيجي على 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 دبي لأسباب مختلفة. You have your own reasons وانا عندي أسبابي. وطبعا ما كانت فرصة ذهبية نتفرج على دكتور سترينج. والآن خلاص مراجعتي نزلت ومراجعتك أنت كمان نزلت وحاب أقول لك قدام الناس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رود. مهدي تعب علينا شوية. ألش علينا بالسفرة وما صور بدري وتعب بس الحمد لله إنه قمنا بالسلامة الآن. حبيبي رئيس الله يسلمك. طيب أنا الحمد لله لحقت إني أشوف المراجعة تبعك قبل ما نبدأ التصوير. وأنا شفت المراجعة بتاعتك من قبل ما أعمل المراجعة بتاعتي. ممتاز. yeah. سوبر سوبر سوبر. تقريبا إحنا كمان إحنا خارجين من السينما قعدنا نتكلم كده في نقاط بسيطة. كانوا معانا الشباب كمان ودخلنا معاهم في بعض النقاط. إحنا خرجنا بنفس التيك. خرجنا بنفس يعني بمسميات مختلفة تقريبا. أي. ولكن هو نفس الكلام تقريبا. ويمكن عارف رغم من المناقشة اللي إحنا عملناها وإحنا خارجين من السينما كانت ممتعة جدا بس ما كانتش صحية للمراجعات أبدا لأنها كان في جاب. إحنا انفورس ايديا في راسك أو بتصلح الايدياز بيبقى في فرصة لينا إحنا الاثنين إن إحنا نقنع بعض باللي إحنا عاوزينه. صح. فكان في جاب شوية وإحنا خارجين بعد ما خلصنا كلام كانت بقت مطبعة تقريبا. صح. بس أنا وأنا قاعد أكتب المراجعة لقيت عندي نقاط كثير كانت وهي اللي ما تكلمنا فيها. yeah. اللي فيها حرق بالكامل للأحداث وإحنا طبعا هنحرق بالكامل دلوقتي. دي حلقة أساسا حلقة حرق بالكامل. yeah. وأظن هنا اللي ممكن نختلف أو نتفق فخلينا إحنا إيش نشوف مع yeah. بعض. فقبل ما نخش في حرق الأحداث بالكامل نرجع نراجع مع بعض. أهم سؤال كان بالنسبة لي وأتوقع أنه كمان كان بالنسبة لك مو إنه الفيلم حيكون واو كبير. هل حنجمع القصص المتناثرة دي الآن مع بعض ولا لا؟ انا فورمي كانت اهم 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 حاجه لي انه مارفل بدات تتشعب بطريقه كبيره جدا بافلام بمسلسلات بابطال جدد باشياء بس الى الان ما عندهم النغمه الواحده. yes. في الساقه الاولانيه من ايرون مان الاول نهايته جاء شخص وقال له يلا احنا هنعمل الافنجرز. yes. وبعدها بداوا الافنجرز واحد ورا الثاني يطلعوا وبعدين صار الافنجرز موفي بعدين صارت المشكله اللي بين الافنجرز وما الى ذلك وثانوس سيبان معانا. فالخيط اللي شبك قصص مارفل كلها في الساقه الاولانيه ظهر من بدري. yes. تمام. من يوم ما خلصت الساقه الاولانيه ايش طلعت معانا افلام بلاك ويدو تقول فيلم قديم بس ورانا اختهم ورانا اخت بلاك ويدو. بعدين جانا تشانغ تشي شخصيه جديده بس تقريبا ما في اي ربط واضح. يمكن في ربط احنا مو باين لنا الان بس ما كان في ربط واضح لاي حاجه ممكن انها يمكن لو انا فاهم صح في مشهد في دكتور سترينج في المعركه بتاعت كامارتاج كان في بعض الشخصيات اللي ظهرت في شانغ تشي على الماشي قوي. ايوه يعني. بس في لا الكي كاركترز مفيش ابدا. الايترنالز دخلنا في عالم جديد آلهة وما آلهة وعوالم أخرى وما دخلنا في الأرض والأرضيين يتصالحوا مع بعض ومدري إيه وبرضه كبر الجانب بشكل كبير. مشوفتش ترنلز أنا بأخذ منك أخبار دلوقتي. كبر العالم بشكل كبير جدا. غير المسلسلات يمكن واندا فيجن اللي حنرجع له أكيد الآن وإحنا بنتكلم يمكن هذه نقطة الاختلاف الأولى. دي نقطة الاختلاف بين مراجعتي وبين مراجعتك. بس بعدين شفنا لوكي وهذه نقطة أبغى أتكلم فيها. بعدين شفنا مون نايت وهذه حاجة برضو نتكلم فيها. شفنا هوك آي. مون نايت لا يحسب على عالم مارفل السينمائي. أنا ما أعرف. أنا كإنسان أنا كإنسان بأتفرج مستني إنه أنت بتوريني الحاجات دي عشان حتربطك في الآخر. أنت شفت مون نايت في أي ريفرنسز من أيها؟ ما في. فأنا هذا اللي متجنن. أنا هذا اللي بعدد لك إياها إنه عندنا منتجات كثيرة أبقى أحاول ألقط من هنا وأجيب من هنا وأحاول أشبكهم. ما هم راضين. لا لسه هم ما بيحاولوش. يعني هم يبدو في المرحلة دي مش زي الفيزز اللي قبل كده اللي واضح كويس قوي ان كل واحده فرع ومفهوم قوي النود اللي هي بتحاول توصلها موجوده فين. صحيح. احنا كلنا عمالين نصب في الموضوع بتاع الافنجرز كل الفيلنز اللي احنا بنتكلم عليها هما مينياتور من ثانوس وهنليد هنوصل لثانوس بشكل او باخر عشان نعمل المواجهه الكبيره بتاعتنا. فهذه اللحظه واحنا وصلنا للفيلم الخامس في المرحله الرابعه من المنطقي ان احنا دلوقتي نبتدي نجمع. اللي بيحصل هو تجميع لشخصيات ولكن بشكل متفرق. يعني احنا فاهمين ان في علاقه ما بين سبايدر مان ودكتور سترينج وشايفين ان في علاقه ما بين دكتور سترينج وواندا وشايفين العلاقات ديت ولكن لغايه دلوقتي مش عارفين هم بيحاولوا يصبوا فين. صح. الاخر لما يتجمعوا دول هيروحوا لفين.
بس السؤال هنا، هل ده شيء مزعج بالنسبة لك ولا مجرد انه محير؟ صراحة مش مزعج، محير. محير لأن لو تسألني خاصة عملت الساقة وعملت شيء مستحيل تكرره بسهولة، خلينا نقول بسهولة، بس انت اللي اديتنا الوعد ده انه هذا عالم مارفل ومتماسك كل الامور دي. لو جيت قلت او يمكن ما شرحوا، يمكن هم ما وعدوا انه في ساقة ثانية، بس على الاقل انه صار في نوعا ما نعرف انه خلاص كل عالم لحال، لا تطلع لي شخصيات مع بعض. انت اللي بتعيد استخدام الشخصيات بنفس الستوري لاين حق كل شخصية في افلام مستقبلية، وانا الحالي اللي ابغى اقول طيب هذول مربوطين ولا لا؟ الان لوكي، شفت لوكي انت؟ شفت لوكي من المسلسلات اللي شفتها. طيب بالله عليك بعد فيلم دكتور سترينج ايش لازمة ام مسلسل لوكي؟ مش هي. انت لوكي الان جيت حطيت لنا قواعد صح؟ بالضبط. قلت لنا اي خروج على المالتيفيرس ويطلع منه خط جديد وعندك شرطة بدي تقفل لك الحاجات الجديدة دي كلها، وانت دوبك بتقول ما في ثانوس، لا طلع معانا واحد حتى كل حقون الكوميك بوك جونا هذا اقوى من ثانوس وهذا حيبهدل الدنيا. طب فين ده دوره ايه جوه دكتور سترينج؟ ولا حتى في البوست كريدت ولا اي حاجه، مفيش تعارض. يعني خلينا نتفق ان مفيش تعارض، مفيش حاجه قدمها لوكي نفاها دكتور سترينج ان مالتيفيرس اوف مادنس، ولكن ده ارسى شويه قواعد وارسى شويه حاجات واشتغل عليها، وده جه كانه بيشتغل على صفحه بيضاء بالكامل، واللي انا ماني ما استعرش حاجه وما خدش اي حاجه ولا المنظمه ولا البتاع ولا كلام زي ده. السؤال الوحيد اللي يطرح نفسه، وانا والله اليومين اللي فاتت دي حتى رجعت اشوف المقطع الاخير حق لوكي ابغى افتكر ايش اللي قال هناك، يمكن في سر في حاجه معمول. ابدا قعدت اقول يمكن لوكي الان المفروض انه ميت، المفروض ان لوكي بالقصه حقتنا حقت مارفل انه مات. yes. وانه هذا اللي ساير معانا شيء مختلف، انه كون اخر مثلا. بس اللي فهمناه من لوكي مره ثانيه يا جماعه اللي فاهم فهمنا، ترى اللي فهمناه من لوكي انه ما يفرق اي تكون هي طالما انه في فاريانت جديد طلع في شرطه بتشوف الحاجات دي كلها. yes. طب هل الاحداث دي بعد الاند جيم ولا قبل الاند جيم؟ اللي انا فاهمه بعد الاند جيم، معناته ماشي امبارلل بخط متوازي مع دكتور سترينج ومع واندا وكلها بعد الاند جيم، فليش ما هم مرتبطين؟ لا احداث لوكي كلها بتنطلق من اللحظه اللي مسك فيها التسراكت يا سلام وشطح باللي هو عمله ده. هذا ده بالمقارنه مع احداث اند جيم قبلها بكتير. يا سلام. او تعالى نعتبر انه اكزيستنس موازي، فبناء عليه قواعد الزمن بالمقارنه مش محلها. هذا اللي انا دحين وصلت له كنتيجه. yeah. هذا المخرج الوحيد انه لوكي الان يا جماعه اللي شفناه عالم تاني يمكن الان في الماضي ما نعرف، مش مهم يعني، لان المفترض عمره ما حيتقابل. هذا اللي كده باين انه ما حيتقابل بعد كده، بس القانون حق العالم الان لازم يكون عندك قوانين ثابته. انت بتتكلم على عالم مارفل بغض النظر القصص متقاربه ولا لا، بتحط قانون خاص بالزمن والرجوع بالزمن وقانون خاص بالاكوان. انا احساسي في الموضوع ده ان مارفل دلوقتي ممكن يكون عندهم بعض القواعد الراسخه، يعني تعالى نسمي ايه الحاجات اللي هي دايما بيحافظ عليها كيفن فايجي الجيت كيبر بتاع الحوار بتاعنا، ان في نقاط معينه لا يمكن التعدي عليها ولا يمكن التغيير فيها، بينما كل حاجه تانية واخده لون اخف وفي مساحه للابداع بانه يتلاعب بيها زي ما هو عاوز. اللي بيخليني احس بده هو ان دكتور سترينج الفيلم اللي احنا بنتكلم عليه اصلا الديفلوبمنت بتاعته شهدت شويه ارتباك، لان في الاساس كان المفروض سكوت ديريكسون هو اللي هيعمل المشروع ده، وبعدين انسحب منه، ولما انسحب منه سام ريمي ما جاش اشتغل على نفس السيناريو ده، كتب سيناريو تاني من اول وجديد، ويمكن استخدم بعض المشاهد القديمه ودخل عليها مشاهد جديده. لا اعتقد، ولا عاد ريشوت كامل، ما كانش حصل شوتينج من اساسه بركنه لسه في مرحله السيناريو. اوكي، هو جه كتب سيناريو جديد من اول خالص. اوكي، وصوره في المرحله دي بدا يظهر الكلام بتاع واندا ان واندا معانا في الموضوع، وخلي بالك لو تفتكر معرفش توافقني ولا انا ذاكرتي في الحته دي يعني مغيمه شويه، بس هم قالوا ان الكاركترز اللي هتروح المسلسلات مش هترجع الافلام تاني. افتكر حاجه زي كده، انا افتكر حاجه زي كده، ان دول خلاص دول خدوا فرع تاني هيشتغلوا مسلسلات ونقفل الستوري لاين بتاعهم وخلاص. أوكي. لكن واندا لسبب ما وعشان تعرضت لحاجات تنفع دكتور سترينج اعادوا استعارتها. مش بقول ان ده ملخبط او وحش او مش منظم، انا بقول انهم لغايه دلوقتي عندهم نسبه معرفش بالنسبه المئويه كام
فيها شويه حريه، فيها شويه لي روم زي ما بيقولوا بيلعبوا بيها وهم مش عارفين. ما تتفق معانا، مو واضح يعني، يعني معلش مش كل المشاهدين مش واضح يعني. ما اقلل من احد من المشاهدين ولا اقلل من نفسي، بس انا انا متلخبط الان. حتى في المرحله دي الناس بتوع النظريات بسميهم دايما المزراب، ودي مش اهانه ولا حاجه، المزراب ديت اللي بتوع التسريبات يعني. بتوع المزراب مؤخرا بقوا غلط قوي، زمان كانوا سبوت اون. لما يتكلم على نظريه ليها علاقه بافنجرز هتحصل. عارف ليه؟ لانه نفس الكتاب الان ما صاروا منطقيين. عارف اللي في تيك توك دائما يطلع يقول فاجئهم، عارف اللي واحد جاي يبغى يسوق سياره يطلع بعدين يخرج منها، اللي بتعمله ده ما هو منطق يعني. حتى لو ابغى النظريات تعتمد على المنطق، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس واحد نص زائد نص برضه يساوي اثنين. احنا ممكن دي النظريه وممكن دي النظريه، بس لما تخرج من قواعدك الاساسيه صعب ان انا اتنبأ معاك. وهذا اللي برجع فيه، انا ماني عارف خطه مارفل الان شغاله على ايه بالضبط. نخرج من ده نرجع للفيلم. نتفق ان الوضع بتاعنا دلوقتي مع عالم مارفل السينمائي، خصوصا مع المفاهيم المتقدمه جدا اللي ليها دعوه بالمالتيفيرس والامور الشبيهه بيه، اصبح محير. احنا مش عارفين احنا رايحين فين دلوقتي. احنا بنثق في ان احنا عندنا عمو كيفن اللي كان دايما بياخد بايدنا ويودينا للمكان الكويس، ونقول انا لسه واثق فيك بس محتار. نتكلم في الفيلم ونحاول نبعد عن عالم مارفل قد ما نقدر عشان نديله حقه، وبعدين نرجع نحاول نشوف ايش الاشياء اللي كمان خرج فيها من عالم مارفل. الفيلم انا وانت اتفقنا اتفاق وثيق جدا على الجوده البصريه، ما عدا اول مشهد. ما عدا اول مشهد اللي تحسه كده يتبع للمسلسلات المشاهد البصريه حقت المسلسلات، لكن الباقي كان روعه. وده غريب رغم يعني انا حتى في المراجعه قلت افتتاح غريب. افتتاح لا لا يعني الفكره في ايه؟ ممكن تقول يعني لو فعلا الاخبار كانت بتقول ان حصل شوت وريشوت، فنقول ان المشهد ده متركب على كاركترز ما كانتش المفروض تكون موجوده في المكان ده، فكتر خيرهم ان هو طلع كده. لكن ده مستحيل، لان اللي تم تقديمه في المشهد ده تم استعارته في نهايه الفيلم. صح. فبناء عليه ده شيء مخطط بالكامل. ليه المشهد ده طلع كده؟ انا ما عنديش اجابه يعني. فغريب جدا هذا. انا بالنسبه لي انا وانت متفقين في ده الشيء. في الاشياء اللي اتفقنا فيها برضه المشهد الرائع، مشهد الفايت. وليه؟ لانه تم استخدام الموسيقى، مو عشان بس موسيقى والحماس اللي فيها، لا، دخلت في الفايت باجمل طريقه ممكنه. yes. النوتات كيف بتطلع وبالروح نوته حلوه وبالرجعه حقت بيتهوفن الشريره. اولا التعامل بالامور البصريه والسيجنلز والكلام دوت من البصمات بتاع دكتور سترينج، فهو ما قدمش حاجه جديده، هو قدم حاجه اشتغل بيها قبل. أيوة. كده فكره النوتس الموسيقيه انها اصبحت اسلحه في الصراع ما بين الاثنين ما تمش تقديمها بربع كلمه، ودي النقطه اللي انت شرحتها في المراجعه بتاعتك، ان الفيلم غرقان اكسبوزيشن. المشهد ده استخدم سلاح ما تمش تقديمه، وانت كمشاهد مسمرايز. اشتريت ما عندكش مشكله، اشتريت اعطيني، اشتريت وعرفت طبيعه السلاح ده ايه، وعرفت النوت الاخيره قيمتها ايه في الصراع. بالظبط. وهو مستحيل كان يقدر يعمل كده مع الباقي، لانه هذه يعني ماني بنقلل منها، كانت رهيبه بس سهله الشرح. يس. باقي الحاجات، وهذه نرجع لها الان من العيوب، الاكسبوزيشن يا جماعه، نرجع للي ما يعرف الكلمه اكسبوزيشن يعني الشرح، يعني حاجه المفروض انا الحين بتكلم مع محمود مهدي، انت عارف احنا بنتكلم على ايه. لو نباك تخش معانا في الهرجه بقول لك، وزي ما قلت لك اليوم في الصباح يا محمود انه عندنا رحله طياره فلازم. طب ليش انا اعيد؟ هو عارف. لو انا شخصيه وحد بيقول لي كده ببقى قاعد اعمل ازاي. فهذه الطريقه من الشرح المستمر في الفيلم قتلت لي على الحوارات بابشع بصوره. وهذا اللي يرجعني واقول مارفل مستعجل، بتدخل شخصيات كثير، قوانين كثير، حتى لو نسيت عالم مارفل ككل، بس ليه فيلم واحد بتدخل الكميه دي كلها وانت وقتك قصير؟ انت قلتها عندك، لو كان طولت الفيلم حبه يعني. احنا وانت جربت الفانز تبعونك بيقعدوا 3 ساعات بالضبط، قعدنا في اند جيم اظن نو واي هوم برضه كان طويل حبه، يعني بنقعد في القاعه وبنشوف، وهذا الفيلم كان يحتاج انه نعيش كان وراه زخم ووراه ترقب ووراه امور زي كده. ده يمكن يكون هو ده السبب في ان احنا لسه شايفين الفيلم الاسبوع ده يا جماعه. كل اللي سمعناه عنه قبل كده كان سلبيات، كانت امور سلبيه. هذا ساعدني انا بس عارف ده سره ايه؟ يعني ده بيرسم لك توقعات الناس كانت فين؟ كانت عاليه قوي، يمكن كانت اعلى من المعتاد او كانت اعلى من المنطقي. صح. وايه اللي علّى التوقعات بالشكل ديت؟ ان دكتور سترينج تم تقديمه في نهايه نو واي هوم. صح. يعني انا مش بقول ان الناس غلطانه، انا بقول ان مارفل هي الغلطانه. صح. انت ربطت الفيلمين ببعض ورحت مقدم التريلر الاولى لدكتور سترينج في نهايه سبايدر مان نو واي هوم. صح. وفتحت البوسيبيليتي بتاعت المالتيفيرس والمزراب اشتغل. ده توم كروز هيبقى ايرون مان وما اعرفش. طب الله خليك، انت جبتها
انسى عالم مارفل كله، نمسك الفيلمين دول بس، نو واي هوم ودكتور سترينج. بالله كيف ما هم مرتبطين مع بعض؟ كيف اللي عمله دكتور سترينج ولا حاجه ما اثر اي شيء في الفيلم؟ مع انك لما تيجي تتفرج على التريلر تتوقع كده، لانه وانج في التريلر بيقول له اللي انت عملته ده تسبب في كارثه، وواندا بتقول له اللي انت عملته دوت ما بتعاقبش عليه، وانا ما بعمله ما اعرفش. انا توقعت الجمله دي قيلت تحديدا اللي سواه مع سبايدر مان وساعده. لا يا جماعه جوه الفيلم مش قصر ولا له اي حاجه، ما له اي شيء. طب ولا كان فيلم سبايدر مان ده ان عمل اساسا اطلاقا، ولا الحدث اللي حصل مصيبة. ولا يعني احنا في نهايه سبايدر مان كان في بوسيبيليتي ان الموضوع في اشياء فتحت في ناس هربت ولا اي حاجه ولا اي شيء ولا اي شيء. حتى جاب سيره ان في عنكبوت جايه. طب يمكن بس ما قال بيتر باركر، بس قال عنكبوت، يعني يمكن نمشي لهم هنا انه كيف افتكروا، بس لا هي مشيت معانا على طول. فهذا اللي رجعنا مره ثانيه انه الشرح الزايد عن اللزوم. حاجه ثانيه، ال 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 اهم شخصيه في الفيلم هو دكتور سترينج على عيني وراسي، واندا فيجن على عيني وراسي، كل الشلة اللي جابوهم على عيني وراسي، بس في واحدة الكون كله الان تحت يدها اللي هي امريكا مدري ايه دي، امريكا شفت. يعني انا ما عندي مشكله انه في الان شخصيه جديده تتحكم، وباي ذا واي رجعت ولقيت انه لها كوميك، بس كوميك جديد، مش انا اي كوميك جديد ده سلفقه. الكوميكات القديمه هي اللي كانت مكتوبه يعني وكان لها اسس، هذا من الكوميك اللي طلع مؤخرا لدعم الاجندات اللي موجوده، وعاملين الكوميك انه عندها امين والكلام ده كله، بس عشان لا احد يقول ما هي كوميك، لا هي كوميك بس جديد حديث جدا، ما عندي مشكله. ليه المسلسلات اللي عملتها دي كلها ما كان مسلسل على بنت الحلال دي؟ صح، ليه ما عملتها؟ احنا تعاملنا مع مفهوم المالتيفيرس كم مره لغايه دلوقتي؟ كثير، في لوكي، في سبايدر مان، والان في دكتور سترينج، ومحدش فكر يطلعها في بوست كريدت سين حتى. ابدا ابدا، يعني على الاقل اشوف واحده بتشرد، واحده امين بيبوسوها، اي حاجه في الدنيا. حتى عارف الحاجات الوحشه اللي كانت معموله في جاستس ليج في الكات بتاع جوس ويدن، الاشارات اللي هو بعد كده لما يرجع يتكلم على هو اداني فكره، رغم ان الفيلم نفسه مش مربط قوي، بس هو اداني فكره، اداني فكره. المره دي انت لا، ده مشروع طلع متاخر على ما يبدو. ومن بدايه الفيلم يا جماعه الشخصيه موجوده للاخيره، وفعلا لها دور في اشياء كثير، ومع ذلك لا عندها، عباره عن جسد شخصيه بلا قالب ولا هويه. وده مش بس في بدايه الفيلم، ده لحد اللحظه دي. طبعا انا خرجت من الفيلم وانا عندي اسئله بالهبل عليها، غير مش متجاوبه. لا خد بالك، شوف لنا تاريخها، اقول لك انه دحين هم عملوا اللي عليهم ما شاء الله تبارك الله، وقفت على حق الميموري، وان احنا شفنا الماضي. تعاطفت صح؟ بالله تعاطفت، تكفى حط لك كده دمعتين وتعاطف معانا يا عمي. دوبك انت وريتني هي، انا ما اعرفها والله، ايش تعمل لي؟ اتعاطفت مع المسكين سترينج، وكيف انه ما قدر يحافظ على حبيبته اكثر ما اتعاطفت مع الادميه هذه. فكانت يعني استخدام سيء. البوصله العاطفيه بتاعت الفيلم كلها بوصله واندا. أيه. الحاجه الوحيده اللي تستحق الترابط معاها هي واندا، حتى اللي هم حاولوا يعملوه مع دكتور سترينج في انهم يخلقوا له ارك من خلال الكاركتر بتاع ريتشل ماكادمز مقبول دراميا، ولكن تقدر تقولي ان انا صعب عليا سترينج، او تعاطفت مع سترينج، او انبسطت ان هو وصل للنتيجه اللي وصل لها، ولا اي حاجه. البوصله العاطفيه كلها مع واندا فقط لا غير. قلتها في المراجعه وحذفتها، كنت حابب المراجعه ما تكون اكثر من 10، انا عارف هنزل فقره حرك، فقلت لا اطول المراجعه. قلت انا بالنسبه لي هذا فيلم سكارلت ويتش او واندا فيجن، وليس فيلم دكتور سترينج. لانه دكتور سترينج الاسم لازم يكون البطل، لازم اللحظة البطولية يكون هو جزء منها، لازم التعاطف يكون هو جزء منها. لا اللحظة البطولية كانت حق سترينج، ولا التعاطف في الفيلم بالكامل كان حق سترينج، أبدا. إحنا كل اللي مشينا في الفيلم بالكامل هي واندا وعواطف مع والله عندي. كانت تبقى منتهى الشجاعة. وعلى فكرة أنا مش بنزع من مارفل صفة الشجاعة في الفيلم ده، لأن الفيلم ده فيلم شجاع، وفيلم معقد، وفيلم صعب، متماسك بس صعب. وزي ما قلت في المراجعة بتاعتي، أنت لو شردت شويه منه ترجع كل سنه طيب، كل شيء انهار، مش هتعرف تتفرج على اي حاجه خالص. بس الفكره اللي انت قلتها دلوقتي ديت، لو كانوا عملوها كانت تبقى منتهى الشجاعه. كان فيلم سكارلت، سمي الفيلم باسم الفيلن خلاص يا جماعه، خلصت سكارلت، ما بقتش سبويلر خلاص، سكارلت هي الفيلن بتاعنا، واندا هي الفيلن، وانتهت. ومفروض ان انت نهيت، يعني انت بديت شخصيه ونهيتها. يس. على الاقل كرمها في الاسم صح؟ يعني دكتور سترينج مع كامل احترامي صح، احنا اعتمدنا عليه وسوى وكله، بس القصه البطل النهايه البطوليه ما كانت بتفت الاجنده. سمي الفيلم باسم الست يا عم، يعني على الاقل الاول مره عندك ست وردي تستاهل فعلا. والله 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 حب سكارلت، والله بنت حلال، والله والله خطيره. البنت اليزابيث اولسن يا جماعه، هي اولا كانت هايله في كل المرات اللي ظهرت فيها من افلام، ومارفل
يحسب لها انها كانت ما بين السطور عماله تبني لها ارك واحنا مش واخدين بالنا، لغايه لما تفجر جدا في واندا فيجن، وهي في واندا فيجن مقدمه اداء من الدرجه الاولى الفاخره. اعترف انا كنت اكرهها جدا في الافنجرز، وشايف انه هي شخصيه بتخدم حبكه اكتر من انه تبني لها ارك بكل امانه. بس هذا كان في بالي، بس لما وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي لا كله مربوط بالضبط. فعشان كده طيب نرجع قبل ما نتكلم على تفاصيل زياده، لانه هذا اللي اختلفنا انا وانت. كيف اقنعني كيف لو انت ما شفت المسلسل حتخش من البدايه وتفهم؟ انا ماني شايف، يعني حتكون نهايتك اند جيم. اوكي، واند جيم كلهم رجعوا وقعدوا 5 سنين مختفيين. طيب انا خلال كل مشاهداتي الماء لواندا مع اخوها، واندا مع حبيبها، والدنيا دي كلها ما كان عندها اولاد ولا كان عندها شيء، فجاه الاقيها معاها بزوره بعدين بتبكي عليهم. هذا حيخليني بس هي هم جابوا عيال، هي خلفت من البتاع ده؟ طب ده روبوت، خلفت كيف؟ ما حتكون عارف هو ايش اللي صار. فانا لازم بالنسبه لي الفيلم ده، لا الفيلم ده لازم يتشاف المسلسل قبله. بص يمكن على مستوى التفاصيل قوي اللي انت بتقوله صح، ولكن انا اتبعت فرضيه معينه ولقيتني مرتاح فيها مع الوضع في الاعتبار اني شفت المسلسل، فانا حكمي مش عادل قوي. واندا في احد الاكوان الموازيه عندها اطفال بس خلاص. اوكي، ايه ده كل اللي محتاجه عشان اتفرج في الفيلم ده؟ ايوه، بس جم منين حكايتهم هم؟ وانا مقتنع متفق معاك بقى على الحته دي. هي قالت فيز، دي اول مره تقول فيز، كانت في واندا فيجن قبل كده ما كانش اسمه كده، فاللي ما شافش المسلسل مش يمكن ما ياخدش باله هي تقصد مين. قال ويست فيو، ويست فيو لو انت مش شايف المسلسل مش عارفه بيتكلموا في ايه، بس دول ايه قيمتهم جوه القصه بتاعتهم؟ صح، ولا حاجه. صح، كل المهم ان في ولدين في احد الاكوان او في كل الاكوان الاخرى ايا كان. ودي برضو من المشاكل اللي عندي في ان هو كون واحد ولا كل الاكوان، هو سترينج موجود في كون واحد ولا في كل الاكوان؟ وحاجه ثانيه، طيب هو اشمعنى سترينج الوحيد اللي سترينج في كل الاكوان؟ صح، فالفيلم كان محتاج اكسبلوريشن لاكوان اكتر بكل تاكيد. يعني في وات اف شفنا مالتي فيرسز اكتر منه، انت ما شفت وات اف؟ ما شفتوش. يعني وات اف مو شرط انك تشوفه ابدا تقريبا، بس اللي شاف وات اف هيستمتع بانه شاف اشياء انيميشن خلقوا منها الشخص بطريقه حقيقيه في التمثيل. شفنا سترينج الشرير، شفنا الزومبيز واستخدم الزومبي حق دكتور سترينج، شفنا كابتن امريكا الفيميل او السيده، كابتن السيده امريكا، تمام، كابتن امريكا طلعت معانا. فكان في استعارات من من وات اف هناك، وكان ممكن يعني مثلا اوه كابتن امريكا كيف صارت بنت في وات اف، تعرف تمام، بس مش شرط المشاهد. انت ساعات لما كنا بنتناقش بعد الفيلم وانت قلت لي النقطه دي كانت اللحظه اللي اديت براءه كامله لفكره معرفتك بواندا فيجن من عدمه، لان المعلومه اللي انت قلتها غايبه عني وكانت تبقى مفيده لو عرفتها، بس ما هياش مضره وانا مش عارف. لا بس واندا غير، واندا انت صعب تقول انه كون تاني وعندها اطفال، بس ايش اللي خلاها، ايش خلى واندا حق كوننا تزعل على اطفال في كون تاني؟ يعني على الاقل لو وروا ان هي شافت الاكوان وحبت انه يكون عندها اطفال، نثينج، ما في اي رابط. يعني لازم يكون في قصه خلف انه عندها تعلق. هقول لك حاجه، انا ممكن اقعد ارد على كل حاجه بمخارج، ولكن احنا طبعا ما بنوصلش للمخارج اللي انا عاوز انسبها للفيلم، انا بتكلم على اللي هو قدمه جوه الفيلم. أيوة أيوة. فالمخرج اللي احنا ممكن نفكر فيه، لا هي شافت الفاميلي لايف وافتقدتها، بس الحقيقه ان احنا واحنا شفنا المسلسل عارفين انها مش بس شافتها، هي جربتها، هي عاشتها. يس. طب تعالى كده نمسك القصه، انه انا بغض النظر التمثيل اتفقنا انه اولسن كانت رهيبه، انا حتى والله كبا باتش بالنسبه لي ادى اداء حلو، انا حاسس انه اتظلم بس وبس ادى اداء انا يعني يا جماعه بنديكت كامبرباتش دوت، انا اول مره اتعرفت عليه حقيقيا كان في دور سموج الدراجون في ذا هوبيت الثاني، ذا ديزوليشن اوف سموج. ده 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 من النوعيه اللي انقرضت في الدنيا، الراجل اللي بيقلب كل مشهد لمسرح بصوته بس، بالمبالغه قوي في كل حاجه بيعملها، مش بشكل الاستعراض ولكن بشكل ان هو بينقل طبائع عن الشخصيات اللي هو بيعملها. فلما تحطه في جلد دكتور سترينج وتديله الفرصه بتاعت المالتي فيرسز، انا عاوز 10 15 فاريشن، ده الفيلم باسمه. صح، فانت لما تديني كل اللي شفته منه 3 فاريشنز. صح، ومو بس على الفاريشنز، انا زي ما قلت مره ثانيه اللحظات البطوليه ما كانت موجوده، عنده واحده بس، يعني وحنرجع لدي بعد شوي، واحده نرجع للقصه الاساسيه. ابغى اتكلم عن القصه. حلو، لو نبغى نفصل القصه ببساطه،
واندا فيجن الآن بعد كل اللي صار معاها في المسلسل وبعد ما لقت هذا الكتاب الآن بتحاول تدور عليه زي ما شفنا في نهاية الكريدت سين حق المسلسل تبعها وعرفت عن فكرة الأكوان وا 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 والحاجات هذه كلها وصلنا للمفهوم الأول اللي هو الدارك هولد اسمه الدارك هولد اسمه. تمام وإنه تبغى توصل الآن وعرفت إنه في كي في هذا اليونيفرس اللي هي أمريكا شافيس وبتحاول إنها توصل لها وبسبب ما أمريكا شافيس كانت بتشرد من أكوان مختلفة وبتنقل من مكان لثاني وجات على أرض الكون تبعنا هذا قابل الدكتور سترينج الآن وجابت معها جوس وجابت معها أدي هنرجع لها من أهم من الأشياء الذكية البسيطة اللي كانت محطوطة في الفيلم والآن دكتور سترينج يبغى يساعد البنت ويكتشف إنه واندا هي الفيلن الحقيقي والآن بتسوي حلو هذه القصة باختصار لين ما تنتهي واندا في النهاية من بعد النقطة ديت الفيلم كله عبارة عن مطاردة واحدة ولذلك أنا عندي سؤال يمكن بأدقق بس هذا حرق مطول خلينا ندقق بزيادة لو كان الحرق العادي كان ما حطيت النقطة هذه هل مثلا كان حيكون أولى إنها تروح لكون تاني تلاقي فيجن ولا تلاقي عيالها يعني لو أنا لقيت هذا كله محروم على حبيبي واللي عشت معاه واللي كان كائن موجود كان روبوت موجود وكونت معاه علاقة عاطفية ولا روح للعيال ولا روح لكل فيجن والعيال ليش العيال بس ليه فيجن ليه فيجن بح اختيار بص اصلا انا الموضوع ده علمت نفسي اقفل مخي عليه تماما بس انا أبقى انا ماليش دعوه باللي كان ممكن انا ليه دعوه باللي انت قدمته بس لا اللي قد انا بقول لك ان قد ايش القصه انا الحين اناقشك في القصه خلاص انا عندي مشكله بالقصة اقول لك ليه هو اختار القرار ده ايوه علشان المشهد بتاع الولاد لما تخضوا منها في الاخر يا سلام عليك طيب حلو تمام لان هو ده المشهد اللي بيحسم كل حاجه وعاطفيا كان قوي بس معناته انت عملت قصه كلها عشان تبغى تخدم حبكه معينه في دماغك لا 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 مش انه قصه حلوه بارك لا 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 مش كده معلش هو عاوز يشوف ايه هو الدافع العاطفي اللي ممكن يقلب واندا لوحش وده اللي احنا شفناه ان في اتفاق عام على ان واندا هي قد تكون اقوى مخلوق وعندها القدره انها تهزم ثانوس وعندها القدره انها تهزم اي حد في الدنيا وانت فاكر المسلسل واندا اللي قلبها وحش واللي خلاها حاقدة على الناس كلهم لما شافت فيجن يموت قدامها مفهوم وكيف لما اتكلمت مع سترينج انه انت اديت الستون لثانوس انت كنت سبب في الدمار ده كله اللي عايشينه واندا في الحياة الخيالية حقتها قريبة جدا من فيجن وكانت تبغى فيجن عيالها حصيلة علاقتها بفيجن بس فمن الأولى انه فيجن لا كنا حنلاقي نفسنا بنعيد الدورة بتاعة واندا فيجن مرة أخرى ما احنا شفنا التضحيات والجرائم اللي هي تقدر تعملها عشان خاطر فيجن بالفعل دلوقتي الهدف بيتغير فهل هو معاه الاكسكيوز معاه العذر معاه العذر النتيجه بتوفي ده بتوفي ده لان ان فيجن في الاخر يتخض منها او تفر وعلى فكره لو تفتكر ده شفناه بالفعل كمان جوه واندا فيجن شفنا فيجن وهو بيغير نظرته تجاه واندا انت بتسوي تكبر بغض النظر نركز على الفيلم بس انا مقتنع بالقصه انا مقتنع ان العاطفه هتخليها تروح للاولاد ما ترجع واحده تحب ما ترجع حبيبها مره ثانيه انا ما اتوقع ما هي عملت ده بالفعل لا بس خلاص الان عندك فرصه ترجعيها احسن مو بخيالك تروح الكون تاني وتعيشي مع الشخص ما هو يمكن الكون دوت ده مش موجود قد يكون لا it doesn't exist يعني جيب لي هي في انسر في مشهد انه حاولت وما لقت ماشي ما احنا يعني بص خلينا يعني لو قعدنا انا حاسس ان احنا مع المشي ورا كل النقاط اللي عندنا احساس انه ممكن كان يبقى احسن او افضل تلاقي دايما الاجابه بتاخدك من نقطه لنقطه 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 لمشهد زياده حلو مشهد زيادة تمام. مشهد زيادة مشهد اللي احنا متفقين عليه احنا عايزين ساعة زيادة في الفيلم ده طيب تمام هذه من ناحية واحدة الناحية الثانية بلوت هولز على قولهم في الحبكة سترينج ايش اللي خلاه يروح لواندا نرجع نراجع مع بعض ما اطلعوا على قوتها معرفتها بانها ارتكبت تكوين كون موازي من خلال واندا فيجن في ويست فيو وعاوز يعرف الكونسبت اكتر اللي انا فهمته يمكن غير يمكن انت اللي فاهمه يمكن فهمك احسن مني بس اللي انا فهمته انه هو لما جاء اتكلم مع البنت الصغيره دي وعرف موضوع انه عنه هو ويتش كرافت تمام yeah. قال مالي الا واندا احنا ما عرفنا انه واندا عندها ويتش ابيليتي اللي هو الكتاب ده اللي لقته الا نهايه المسلسل في الكريديت سين واللي من وقتها هي عايشه لحالها وما قابلت احد ليه ايوه ده حتى من اول مره ظهرت فيها خالص في ايج اوف الترون كانت بتكاست لا غير هذا لا هذا غير الويتش كرافت ده مرتبط بالدارك هولد مش مرتبط انا هذا اللي فاهمه يمكن فهمي غلط يعني انا بصراحه لو كنت متاكد 100% ان كلمه سكارلت ويتش اتقالت قبل كده كنت دعمتها بنسبه 100%
ابدا مش متعب حقيقي مش متعب ابدا. هذا اللي خلى الناس تتجنن لما نخلص في مسلسل واندا سكارلت ويتش اخيرا ظهرت وما ادري ايش ما قد بانت معانا بسكارلت ويتش حلو. فكيف انت عرفت انه هي ويتش كرافت وانت اصلا كل اللي شفته قبلها كده هو الواندا وقدرات واندا العاديه مش السكارلت ويتش بالويتش كرافت تبعها اللي الكتاب دخلها في هذا العالم. يلا فلورا عندك ايش في نقطه عندك ممكن نقولها؟ النقطه الاساسيه اللي ليها دعوه بما يمكن ان احنا نسميه فجوه او نسميه صعوبه في توصيل بعض المعلومات. انا ما اظنش ان فيلم زي ده ومستوى التحديات اللي هو وصله في التعقيد اللي هو طرحه داخل احداثه وكميه الاحداث وكميه الشخصيات والتغيير الكبير في شكل الصراع. احنا كنا عددنا 5 افلام اللي قلنا عليهم انه ممكن فعلا يبقوا مختلفين داخل عالم مارفل: سيفل وور، انفينيتي وور، اند جيم، سبايدر مان نو واي هوم، ودلوقتي دكتور سترينج الثاني مش الاولاني. الباقي كله شويه ابطال، حته فيلن، شويه حاجات بنتخانق عليهم و صح. جولات كتيرة وكلام زي ده. فلما تغير النمط حقيقي في وجود كل الشخصيات والتاريخ الطويل اللي احنا عارفينه لازم هنبتدي نسأل أسئلة. طب انت ليه خدت القرار ده؟ طب انت ليه فضلت كده؟ طب انت ليه وصلت للنتيجة دي؟ طب أمور زي دي أمور ممكن في منظور كل واحد يحس انها ممكن تخلي الفيلم أفضل أو مترابط أكتر أو شكله أحسن بالنسبة للفهم أو البرسبشن اللي هو قبله. وده بيرجعنا لنقطة مهمة ان مش كل الناس هتطلع من الفيلم ده بنفس البرسبشن، مش بنفس النتيجة، مش بنفس الفهم. احنا دلوقتي واحنا بنتكلم رغم ان دي تاني مرة او تالت مرة بنتكلم عن الفيلم وبتقول لا انا مش فاهمها كده. ايوه يعني انت بتقول حاجة وقلت لك لا انا ما فهمتش كده، انا فهمت ان هو راح لها علشان هي عندها خبرة من التجربة بتاعتها في وسط. بس هل ده صح؟ جدا ده مش بس صح، ده من اجمل ما يمكن. ايوه بس في فيلم ان يعني فيلم يبقى فجاه ليه واوجه كتير جميل وكل واحد يستقبله زي ما هو عارف دي متى اقول الفجوه اللي ينفع يتقال عليها فجوه هي ان كل الناس تقتنع ان رغم ان انا فاهم كذا وانت فاهم كذا وانا فاهم كذا وانت فاهم كذا كلنا نتفق ان دي ملهاش معنى. هنا نقول عليها فجوه فعلا. لكن دلوقتي نقول من منظوري انا ده كان ممكن يبقى افضل بالشكل الفلاني، زي مثلا ان امريكا شافيز دي ما لها معنى او كلنا متفقين بكل تاكيد. دي ما يتقالش عليها فجوه، يتقال عليها مشكله كاركتر ديفلوبمنت، كاركتر وانترودكشن. والله حتى بلوت لو بفكر كعالم ما بفكر كموفي. هي كل حاجه بخصوصها ضعيفه بتاع عندك حق. بما فيها التدخل الاخير بتاع انا بكره الموضوع ده جدا يا مير، فكره ان في حاجه قدمنا لها كتير قوي، البنت دي قويه عشان كذا ولكن عندها المشكله دي، شي كانت ما عندهاش القدره انها ما تقدرش تكنترول، هي ما تقدرش تعمل الموضوع ده اتول. وهنا اللي جننك ان هو بيفرض مقارنه احنا شفنا لها ريفرنس، الريفرنس بتاع مايلز موراليس في سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، كان عنده نفس المشكله ما يقدرش يفاير اتول. صح. بس الحل مش ان واحد يمسك له جردل وبتاع ويقول له انت تقدر، انت جامد، انت بعد حد نفسه ورمى نفسه من فين وبيتدرب لحاله. ده هذا الفرق. والشخص الثاني لما كان وصل للنتيجه بتاعت انت ما تنفعناش صح وسابوه مشي. صح صح. لا والمصيبه في الفيلم ده الكليشيه، والله كليشيه. يعني فيلم في الثمانينات لو سواها حقول برضو كليشيه، هو في الثمانينات معموله في اخر لحظه، اللحظه الجوهريه اللي تحتاج فيها بكلمتين كده بس كانه مدرب، يلا يا وحش تقدر، انت تستطيع، روح يلا ما يمديك. لا وبالك انت على الكاميرا لما جت على يدها وسوت كده بقى دي، لا دي جمعت. عارف لو البنت كان عندها شويه كاريزما كان ممكن نشتري. صفر. مفيش. صفر. مش خالص. صفر. مش عارف ليه هو الاختيار بتاعها بناء على ايه؟ انت عارف البوليتيكال بحت شكلها فرتريك. في اختيارات ثانيه. عارف البنت اللي عملت دورة واللي أيوة. عملت كان اسمها ايه الروبوت اليتا باين أيوة او كلام زي ده. البنت دي كويسه قوي. صح. وعملت الفيلم اللي كان مع مارك وولبرج بتاع فاميلي ده. كانت البنت اللي تبنوها معاها ايوه اللي كانت ضد العيله، البنت دي جامده جدا. صح. طب ما جابوهاش ليه؟ ولمضة برضو كان ممكن لمضة بنت لذين ووشها كله تعبير عندها كاريزما. هذا اللي يجيبني، ما كان لها كاركتر. يس. ما كان لها كاركتر، بس بتجي لورا الناس، بس بتسمع الكلام، وبالاخير حضنت سترينج. ما شفنا لحظات شكك، ما في لحظات انه تتمرد على احد، دائما القصه بتسيرها. ما قد جاء انه هي سيرت منحنى في القصه عشان الكاركتر اللي عندها وقناعاتها الشخصيه. الشيء الوحيد اللي قالت هي تاخذ قوتي زي البقيه ما سووا.
من غير اي حاجه يعني شيء بسيط وما وده كان... وده اللي بيدعم الفكره في ان الكاريزما ممكن تبيع لك حاجات لو اتحكت لك ما تشتريهاش. يعني انا ممكن احكي لواحد واقول هي ما كانتش عندها القدره انها تستخدم قدراتها في التنقل ما بين المالتي فيرس بمزاجها لغايه لما دكتور سترينج ده بيب توك فحركها. ايه يا عم الخيابه دي؟ ماشي. واندا موتت ناس انت ما تتخيلهاش ودمرت اكوان وبهدلت الدنيا لغايه لما شافت ان ولادها بقوا بيخافوا منها فغيرت رايها ومنظورها وقررت انها تدمر الموضوع ده. سبحان ايه الهبل ده يا ابني؟ طب ازاي بقى انا بقول لك وانا داخل جوه الفيلم دي ما اشتريتهاش ودي اشتريتها؟ ومع انه كل ليه؟ عشان ادتنا تمثيل خلتنا نتعاطف معاها، مع انه لو قعدت بيني وبين نفسي الهبل يعني كم واحد كلمها وقال لي بنت الناس استهدي بالله خلاص عيالك مبسوطين في المكان الثاني انت عيشي يعني تقريبا الكلام ده قالها يعني انت عيالك مبسوطين فهي ليه عملتي وسويتي ده كله مره ثانيه. بس فعلا الاداء التمثيلي اللي فرق مره مع اليزابيث اولسن، مع اني انا ماني مقتنع ابدا بقصتها ولا بقصه عيالها ولا انها راحت لهم ما راحت لفيجن، المفروض انها تلاقي فيجن ما تلاقي عيالها مثلا، بس ادائها الرهيب اشتريت وخلاني اني اتعلق. بس البنت دي لا اعوذ بالله اعوذ بالله كان سيء. نبدا حاجه ايجابيه بقى، هل توقعت 1% انه حيستخدم الجثه اللي دفنها؟ لا خالص. وعارف ليه؟ لان الفيلم مشي على النمط المضاد تماما للفكره دي. كان بيقدم المفهوم ويستخدمه على طول على طول ما بيسيء، لدرجه انه في مرحله من المراحل زهق ريتشل ماكادمز استخدمت سبيل في بتاع اصعب نحاس كده قالت اسمها وراحت مستخدمها على طول. صح. حتى من غير ما تشرح لنا هي دي يعني ليه بتعمل حاجه، اقول لك خلاص بقى انا بقى لي ساعه تعب نفسي وعمال اشرح لك بلا وجع قلبي يا ريس. فده بصراحه حسسني ان الفيلم، عشان كده كنت بقول تقديم المفاهيم ديت جوه الفيلم لا تتسم بالذكاء، ما ينفعش نقول عليها ذكيه الا دي اللحظه السوبر لحظه مرحب. اللحظه اللي بيقرر فيها انه هيعمل كذا وانه هو هيستخدم السلوك. احنا نجزنا في السينما كلنا بدينا نربط بمجرد بقى الجمله الذكيه it doesn't have to be alive بالظبط، نجزنا كلنا الاربعه ملعوبه حلوه قوي 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 يعني. كانت جميله. ومن ناحيه وهنا يجي دور سام ريمي يس، انه انا مره حبيت، وهذه برضه انت قلتها من الايجابيات وفصلت فيها اكثر مني، انه دخل جوانب واحنا ما زلنا في بي جي 13، ما زلنا في منصه عائليه مع الاطفال والمشاهده، بس قدر انه يدخل لك عوامل يحسسك بجانب مو رعب قد ما انك تخاف مرتاح. شويه ماني يعني مرتاح شايف مش... مع انه ترى قريت انه الدم مش دم عشان يخش في التصنيف هو استخدم زيت فرامل الاسود، فمن بعيد يحسسه انه هو دم. بس هو لعيب في الموضوع، لعب مره بشكل جميل. واندا وهي ماشيه كده وبتتكسر لما انقتلت كابتن امريكا يا معلم اللي فصلتها نصين، فكان في جوانب مره حلوه من الرعب. لكن الزومبي ده انا استمخيت جامد. وكيف لما استحكم بالوحوش اللي بداخله وصاروا اعطونا زي الشكل الهندي هذا ولا الكواعي، كان من اجمل الاشياء البصريه والتنفيذيه. يعني كانت فكره الاستدعاء، لانه وانت بتتفرج انه هو دفنه في البدايه، انا لا اتصور ان في حد توقع ان ده هيرجع تاني، انه ممكن يبقى له توظيف اخر جوه الاحداث بتاعتنا. هتصور ان الدور انتهى، فاستدعاءه بعدها على عكس اللي انت عملته طوال احداث الفيلم. صح. على مستوى انك تقدم الحاجه وتستخدمها تقدم الحاجه وتستخدمها، كانت ابيج مومنت، بيج مومنت ينفع يتقال عليها ذكيه. ابغى مره اعذرني يا محمود، لانه برضو هرجع مره ثانيه اتكلم على حاجات ناقصه وانا شايف انها بلوت هولز. اوكي حلو. المفروض ان دكتور سترينج تم تقديمه لينا في عالم مارفل السينمائي من اول جزء 2016 مرورا بكل الاجزاء اللي دخل فيها، بعد كده هو اذكى شخص يمكن في الوجود، هو اكبر واحد من جماعه السورسي دول وش اسمهم النوت اني مور. ايوه مو جاء بعده جاء هذا ايوه، بس والله عارفين ليه صار، لانه في فجوه صارت في النص. yes. مو لانه اذكى، الاذكى احنا عارفين مش اذكى، الاذكى هم عارفين اصلا من يوم ما طلع وهم شايفين انه هو ذا ون اللي هو اتس كامينج وكده. ف كيف اذكى انسان واللي صاير معه مشيتها في نو واي هوم صراحه، لانه انبسطت في الفيلم. وكيف الغلطه اللي غلطتها في نو واي هوم مشيتها، كيف ما شاف الاحتماليه دي انها تصير وعدت عليه، بتقول يا عمي فيلم حلو مشيها وانبسطنا وشفنا اندري جارفيلد وماجواير وكله. ما هو ده اللي بقول لك عليه، في ناس بتتعاطف مع الفيلم بتبقى عايزه تمشي وفي ناس ما بتتعاطفش. انا هنا قاعد له بقى. انا هنا قاعد له بقى يعني بكل سهوله راح قال لي واندا على مكان امريكا في البدايه، يعني
ولا 1% كده ما فكر انه بعد اللي سوته واندا والشر اللي موجود فيها، موضوع انه جزء الاحتماليات ده وانه يقعد بينه وبين نفسه يفكر في الاحتماليات كلها. زي محمود اسماعيل كان جامد في الفيديو اللي عمله، شفته كيف لما عمل نفسه مرفوع وبيسوي كده، يعني لو سوى زي محمود اسماعيل وطلع كده وقاعد يسوي احتمالات كان لقى انه في احتمال انه واندا دي انه تعرف. بس هذا اللي صرت انا زعلان منه في مارفل، بيقدموا لنا شخصيات في قوالب مره ممتازه وحلوه، ولخدمه افلام اخرى بيخرجوهم من القالب اللي ادولك اياه من البدايه. انت خرجته من قالب الذكي الاذكى اللي ما حد يضحك عليه اللي ماشي القوي بس عشان تخدم حبكه الفيلم. حاجه ثانيه، شفت اللي في يده درينج؟ يس. هذا مو دائما يسويه كده، يدخل واحد من جهه يخرجه مكان ثاني؟ ليه ما استخدمه ولا مره في كل الوحوش اللي قاتلهم؟ عشان الفيلم كده يا هلا. والله اللي انت بتتكلم عليه ده كله انتقادات نابعه من فكره انك مش متعاطف مع الفيلم. لو انا رحت لك دلوقتي حالا لفيلم انت متعاطف معاه والله يقلبه لك نصفه بنفس الاسئله ديت، بنفس الاعتبارات اللي شبه الموضوع ده. ليه دكتور سترينج ما شافش ده؟ مش اول مره يضحك عليه، ما ثانوس ضحك عليه قبل كده. يعني هل هو ما كانش شايف من الاحتمالات اللي عملها ان ثانوس هيكون هيز بلف وهيسوق على حياه ايرون مان او كلام زي ده؟ ما حدش فيهم سوبر للنهايه. وكمان يعني اتس مارفل يا رود، بس هذا فيلمه، اتس مارفل، هذا فيلمه. الفرق هذا فيلم، ده مارفل مش فرانسيس فورد كوفولا، بس هذا فيلمه والتركيز مش عليه. هيسال سؤال على كل انا مزعلني ليه انه الفيلم باسمه والتركيز عليه، هو اقل واحد قدراته طلعت بالشكل المظبوط. عالم خش هنا انت ده. خلاص يلا بينا، خلصنا ايجابي نخش سلبي. انت كده خلصنا. اول شيء انت فجاه دخلت لنا حاجه اسمها الومناتي، اتفق معك لانه هذا عمرنا ما شفناها، ما كان عمرنا تكلمنا مع اكوان، ففكره انه في احد بيحرس الاكوان ميك سنس. اوكي، بالذات اذا واحد عارف انه في قدره على التنقل وان الاكوان لو دخلت بين بعض ممكن تتصادم. برضو هذه فكره انا مره حبيتها، كنت حاب اني اشوف ايش يصير لو صار تصادم، يعني ليترلي ايش ممكن يصير، مو بس افتر ذا فاكت او بعد الاثر، ابغى اشوف وقت التصادم ايش ممكن يصير. أوكي. بس فكره انه في وجود اكوان وفي شرطه للاكوان، حلو انا اشتريت. هذا يتنافى مع مين؟ كانج، صح ولا لا؟ يتنافى أو المفروض يتوافق أو ما نعرفش أو ما نعرف. طب ليه ما وريتني؟ ماشي، سؤال حلو ده، صح؟ هنا كربطة جاهزة، كربطة جاهزة، كان سويتنا مشهد وكربطة جاهزة. وكان عرفنا أو واحد منهم أداني إكسبوزيشن وفين كان قمت هذا الربط مع لوكي، خلاص يلا قدام حلو، عشان كده لوكي ما تقدم في حاجة صار. هذه فرصة ذهبية عندك سويها، ما سواها. طب لا بس هو ما خدهاش من الابروتش دوت، هو حتى يعني نطاق القوة بتاعت الإلوميناتي وسيطرتهم واهتمامهم، هو غالبا كان في اليونيفرس اللي هم موجودين فيه بس. بس مع اني انا شايف انه الفكرة كانت حلوة انهم حماية اليونيفرسز وليست حماية واحد يونيفرس مثلا، لانه فكرة يس. جميلة عندك اكوان عامل واحد ومع الوضع في الاعتبار نطاق القوه بتاعت الشخصيات اللي موجوده في البورد دوت اصلا طبيعي، يعني ده الترون كان بيجيب لهم ناس ويرجع لهم. بيقضي الترون كان بيقضي طلبات في العالم الترون. يا جماعه تخيلين الترون، الترون ده الفيلن الاقل بالنسبه لي الاقوى غير ثانوس اللي كان واجهوه في الافنجرز، يعني هو فيلن ايرثلي قوي ولكن سوبر كيبل طبعا. فهذا هذه اول واحده، ايش نمسكهم واحد واحد، ايش رايك في التغييرات اللي صارت؟ فور شو استعراض بلا مضمون، عارف انت اللي هو بيقول لك ستايل نوت سبستنس. تتفاجئ بان بيجي كارتر طلع ككابتن امريكا، تتفاجئ بان تشارلز زي اكزيفير اخيرا دخل معانا جوه الموضوع ده، وانه هو ذا هيد اوف الومناتي وان واي اور ذا اذر، وان مش عارف اسمها ايه رامبو ديت هي اللي واخده مكان كابتن مارفل واللي ما اعرفش مين. بس دي ازمتي واللي عبرت عنها في المراجعه لما قلت انت جبت لي ايفون وانا عندي 15 سنه وانا عندي 16 سنه جبت لي شارجر، صح؟ احنا طالعين من سبايدر مان يا ابني، هل انت متوقع ان الجمهور ده هيتوهم ببيجي كارتر مكان كابتن امريكا؟ سيريسلي. وطيب انت مش باي احنا شفناها فوت اف، يعني انت جيت حارقها كمان، انا اصلا مش شفتهاش فوت، انت حارقها فوت اف اصلا وجبتها مره ثانيه. بس انا مشكلتي مو بس على انواع الناس اللي اخترتهم، انه كنت ابغى توم كروز وما ادري مين كنت اتمنى، بس مو على كذا، جبتهم وراحوا في ثانيه، يعني ما استخدمتهم ما فاد الاستخدام. لا ما فيش، يعني كانت فرصه ذهبيه نخش الاكس مان،
او تجيب سيرته باي طريقه. اشتريت لا انت بس انت اللي سويته هنا. كان خلى التشارجر دوت تشارجر وكفر بس مثلا. انت اللي سويته. انت والله بكل بساطه اللي سويته ديزني الان بتستعرض انه دول حقوني, انه انا اشتريتهم وابدا استخدم الشخصيات دي. بس كانت مدخل جميل للاكس مان. شفت فانتاستيك فور؟ فانتاستيك فور ده بالنسبه لمجانين الكوميك, وصلحوني لو انا غلطان, يعتبر يعني جت فتره في الثمانينات او شيء, هو التوب مبيعاتا وكل حاجه. yes. في اللي يسموه السيلفر سيرفر او حاجه زي كده, يعني في كاركتر اقوى قويه جدا كده اللي بتنقل بين الاكوان والكواكب. yes. مدري مين وكل شيء. فانتاستيك فور من كتر قوتها ما قدروا ينجحوا في فيلم, لانه ما في شيء عاجب الفانز داخلين جوه الكوميكس بشكل كبير. جابوا فيلمين وحشه وفي وحشه وعملوا فيلمين وكانت وحشه. تقوم تيجي الان بعد سنين واحنا والناس محروقه على 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 على, على اللي صار مع فانتاستيك فور, وتجيب شخصيه مستر فانتاستيك تمام, ويجي يطلع وبلحظه كده تخليه سباجيتي. انا بيته مقشره يعني. انا ما عنديش مانع في ان هي عملت فيه كده, بس كان نفسي يعكس حاجه مثيره للاهتمام. وعلى فكره انا احساسي ان جون كرازينسكي ما كانش طايق الدور ده. يعني هو الراجل بيمثل يا ابني, انت زي ما تكون مغصوب مجرجرينه علشان يعمل اللقطه ديت بالمشهد ده وبتاع. مين هيكون راضي على دور بالسخف ده؟ مستر فانتاستيك من اقوى الشخصيات, ولو كان ممكن تقدم لنا اياه على الاقل. شفتوا ده, هذا اللي شفناه في الفيلم. صح هو مات بس شفناه, نشوف له شيء, نشوف قدرات. ما سوى ولا قدره, هو ما لحق وقف قدام الادميه الا مفرم, ما لحق يعمل اي حاجه. كل المشاهد دي سوء استخدام للشخصيات, بس مجرد فرد عضلات انه انا عندي الشخصيات دي واقدر استخدمها. طب ممكن يفكوا لنا اكس. ومهما مهما مهما اختلفنا, احنا لازم نعترف ان الاهتمام والترقب الاعظم للفيلم ده بالتحديد كان لرؤيه لما هنروح البارلل يونيفرسز هنشوف مين. فكانك بالظبط جبتني كاس العالم وقلت لي تعالى وادفع تذكره عشان هفرجك على اقوى مواجهات في الدنيا, والاقي نفسي بتفرج على هندوراس ونيجيريا واتفرج على السنغال وما اعرفش مين. هو ده كاس عالم مش كاس عالم؟ ايوه كاس عالم, بس انت فاهم ان انا كنت مستني حاجه تانية. هو احنا هنصيع على بعض يعني. واحنا خرجنا انت قلت في مراجعه انه في مشهدين وصلنا انه استعارتهم كانت تم استعاره مشهدين, هل استعاره مفيده او غير مفيده, ونوعي الناس ايش المشهدين. انا هقول واحد منهم وانت قول الثاني. المشهد اللي انا اشرت له في المراجعه بتاعتي فيه هوماج, لانها لا ترتقي لمرحله التقليد, للمشهد بتاع هاري بوتر اند ذا ديثلي هالوز بارت 2 لو انا فاكر صح, لما فولدمورت موت هاري بوتر للمره الاولانيه, وهاري بوتر صحي لقى نفسه في اليونيفرس الغريب الابيض قوي دوت مع دامبلدور, وشاف جزء نسخه من فولدمورت ميته او حاجه بالطريقه ديت, وقال له ايه ده, واتكلموا شويه على ان هاري بوتر في ايده دلوقتي ان هو يرجع بعد ما ماتت من عنده الحته المتعلقه بفولدمورت. ده واحد من اعظم المشاهد في الفيلم عموما. المشهد ده بيتم استعارته في المواجهه بتاعه تشارلز اكزيفير وواندا, ان هما برضو بنشوف ان الصراع اللي مشي ما بينهم دوت انتقل لعالم, لان الصراع بتاعهم هو بالكامل صراع مخ. ان تشارلز اكزيفير بقوته دي كلها اكتشف ان الجانب الطيب اللي موجود عند واندا اسير يعني. هي حبساه وبتتحكم في الحاجه بتاعتها. واعادوا استعاره مشهد تكرر قبل كده, حتى قبل ما نعرف ان واندا هي مصدر الشر ده, انها بتيجي في شكل دخان. ايوه, والدخان ده لما دخل على تشارلز اكزيفير دخل احمر. أيوة. مع المشهد الابيض فكرني جدا بالست ديزاين, وفكرني جدا بالرمزيه, وفكرني جدا بالهدف. استعاره مقبوله يعني, استعاره انا مرحب بيها, لانك رايح لمشهد ايقوني جدا, واستعارته في مواجهه ما بين شخصيتين ايقونيتين جدا. طبعا في الحاله ديت بنرجع افتكر قد ايه هاري بوتر كان فيلم عظيم, وقد ايه كانت سلسله افلام عظيمه. فلو هندي كريدت نديله هو انه قدم ريفرنس زي ده الفيلم زي ده, ونشكر الفيلم ده على انه فكرنا بالاثنين. والاستعاره الثانيه برضو من فيلم لا يقل من الناحيه البصريه, يعتبر يعني مو بس فيلم دكتور سترينج استعار, افلام كثيره استعارت منه اشياء كثير خصوصا في الاكشن. اولا البياض ده اللي يجي فجاه يذكرنا بميتريكس. اول ما دخلوا الاثنين في الميتريكس والرجال قال له ويلكم تو ذا ماتريكس, وشال كل حاجه وصارت الدنيا بيضه. انا انت افتكرت هاري بوتر, انا افتكرت ماتريكس على طول. ويمكن لانه كمان في نفس قبل المشهد او بعده كان في لقطه اللي بعده كان في اللقطه اللي كان بيتكلم وقفلت فمه. يس.
تكفيله الفم دي فكرتني بتكفيله الفم حقت ذا وان لما سكتوا فيها ورجعت يعني مباشره ماخوذه من ذا ماتريكس. مو معناها انه مو صح الواحد يستخدمها مره ثانيه بس لا اراديا رجعت. وهذه قوه الافلام العبقريه اللي المشهد تفتكره وانت وسط اي يعني احنا قاعدين شفنا استعارات وشخصيات طلعت وقصص وبرضه افتكرنا المشهد لانه ودي تفكرنا تاني او مثال جيد للي احنا كنا بنقوله لقدره سام ريمي على صدمتك بدون الخروج عن التصنيف. لان المشهد ده مشهد مخيف. انت بتتكلم على واحد فجاه فقد القدره على الكلام فقد بقه. يعني دي حاجه فيها ممكن تصنف كبادي ميوتيليشن كايند اوف ثينج اللي هي في بعض الاحيان بتشطب افلام. هو استخدمها بذكاء صدم المشاهد وصل الفكره اللي ممكن تخوفك او ترعبك ادى الاوماج بتاعها للفيلم الاصلي اللي احنا كلنا عارفينه وافتكرناه وطلع حاجه متكامله. حلو. طيب انا نرجع مره ثانيه على الايجابيات. في جملتين كده حلوه قالت في الفيلم. Alright. واحده انا متاكد حتكون بقوه I love you 3000. Yes. اللي هي I love you in كان بيقول in every world in all universe in all universes, in universes. Yes. يعني انا يعني قلبي كان هش شويه كده وحسيت معاها. انا حسيت معاها جدا. هي فكره ان هو تاكد انه ما يقدر يحصل عليها. ومن الزيارات اللي هو راحها لكل الشخصيات التانية ان كلهم كان عندهم سوفت سبوت تجاه. ايوه يعني حتى المجنون ابو ثلاث عيون ده كان عنده سوفت سبوت تجاه جدا. ان يعني دي بالتحديد الحاجه الوحيده اللي بيقف قدامها. أيوه. فهو وصل للقناعه ديت ان اي حاجه في الدنيا ممكن تتغير. ودي على مستوى رومانسي وانا شخصيه رومانسيه ولا ما يبانش عليا بس شخصيه رومانسيه. ان مهما كانت الظروف مهما كانت طبيعتي مهما كان اي حاجه في الدنيا انا بحبك. ودي حاجه انا متاكد منها مره جميل. اي لاف ذات. واستخدامها جاء انه بعد ارك طويل يعني ما yes. كان. وانا بدايه الارك حلوه. حضور الزواج ما كان شيء خفيف علي انه حضر yes. الزواج حقها انه راح اتكلم معاها انا مره حبيت انه في نضج في الشخصيات برضو انه شيء تقريبا واقع من الحياه الرومانسيه انه مهما حبيتك انا مالي مستقبل معك. اكيد انه انا حاموف اون وامشي ما في الا انا مهما سويت في الحياه انا وراك. لا في نضج شويه بالشخصيات اللي هم يتعامل مع عيال مراهقه. دول ناس لهم مناصبهم وشغالين. هي جراحه اظن معاه حتى الكلمه اللي قالتها انه انت دائما لازم تمسك المشرط. وهذه استعاره من هم الاثنين دكاتره جراحين. فهذا اللي خلاها وده اللي اقنعتني فيها انه في الاخير هو خلاها جزء من الحل وقال لها معليش راقبي ايش ممكن يصير لانه في ناس حتطلع وكده. فبدل ما هو اللي ماسك المشرط وبيحل كل شيء سلمها المشرط وسلمها يده حياته. yes. لانه لو ما هي ساعدته هنا كان مات. yes. والكتاب هل ولا خلص والله حكوب بزودها يجي على ايجابيات. حبيت مره كمان انه طول الفيلم كان وان بيقول لسترينج انه يعني من التقاليد والاصول انه كلهم ايش ينحنوا يعني لما yeah. يجي يطلع. وطول الفيلم هذاك مو معطي له اعتبار انه شخصيته نرجسيه جدا. وجاء في الاخير بعد ما كل الدنيا هديت وهذه كانت حلوه يعني البو هذه كانت جميله لما اعطاله هي. وانا اخذت بالي والله. والله والله انا حبيتها انا عشان احب الكاريزما. انت لما وصفتها دلوقتي لا تغلب جدا بس ما اخذتش بالي فيها جوه الفيلم. لا والله حلوه لانه عدت انه مره كم مره عدله هي وما سواله هي الا في الاخير. وانا اصلا احب الثنائيه حقتهم جداً. يعني انا وانو سترينج مره حابب الجانب الجدي والمزوحي والضحكي يعني حتى واحنا في عز الاحداث لما طلع قال له دونا اسك انا حبيتها. يس يس انا حبيتها. لا انا بحب وان ممكن تبان كرنج عند البعض كيف تمزح في ذا الموقف. لا لان هم دائما كده. لا وبحب التطبيعه بتاعه اعتراف الاثنين بشكل العلاقه ما بينهم وبين بعض. أيوه. ان سترينج هو الاسكى بكل تاكيد وهو تم اختياره. أيوه. ولكن تعالى نفتكر ان وان كان استاذه صح. مهما حصل هو الخبرة عنده صح. I love the coupling ده جدا. الشيء الأخير مستقبل مارفل الآن شفت التريلر تبع لس يا راجل ما شفتهاش يمكن أعمل ريس يا واو تحرقش ما أحرق لك يس. بس كريستيان بيل أنا عارف أنه طلع فيها أنت كده ما حرقتش حاجة دي. مان أنا الصباح هذا الحرباء مو جوني ديب ده الحرباء طبعا ده الحرباء بأصله وأصول يعني الا عن شكله انا تحمست للفيلم من الان اتحمست معاه يعني خلاص يعني انا كده اشتريت انه هو شرير ودبل يا رب يطلع عنده هدف واتعاطف مع الهدف ويصير كده الشرير اللي بجنبه يا رب يكسب يا رب يكون جنب ثانوس ربنا يوفقه ويكسب ابغى حاجه كده زي ثانوس يا اخي ابغى شيء يحسسني انه انا 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 مقتنع اصل كريستيان بيل مش هياخد الدور ده يعني هو الراجل ده عارف هو بيعمل ايه انا بصدق يعني يا اخي وتواضع حلو كده انه حتى بالبوستر موجود ورا اه كده شيء جميل يعني فاهم دور شيء وحتكون دحين اول مره في الام سي يو كان البطل الاول كبطل الاول في دي سي يس فهل يصير الوحش الاول في مارفل هذه
اتمنى انها تصير. عايز اشوف التريلر بس عشان ابني له بروفايل في مخي ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا يا مهدي، الله يديك العافيه. يعني حرق اطول من الفيلم يمكن، بس طلعنا حاولنا نتكلم. هم بتوع الفيلم لو كيفن فاجي كان رد على التليفون بتاعي وسمع كلامي كان الفيلم كان اتعرض، ولو مخرج الفيلم يتفرج على الحلقه ديت كان يتعلم له حاجه والله. وخلينا نتكلم عن النقطه دي يا اخي، والله زعل، والله العظيم فعلا مستاهل والله الموضوع. يعني هي عند وهذه بيلك العند حق مارفل، يعني الموضوع ما يستاهل، يعني ابدا ما يستاهل ده كله. مو انها جزء من القصه والقصه هتخرب ونظره المخرج هتنهدم لما هي كلمه. يا عم انت لو شلت الشخصيه كلها اصلا مش المشهد، يعني احنا قاعدين بنتكلم يقول لك لا هي، يعني الناس كانت تقول لي يعني هو حذف 12 ثانيه بوظ فيلم. بصراحه في افلام تشيل منها 12 ثانيه بوظ. انا اتفرجت على الفيلم دوت، تيجي تسالني تقول لي وانت راح حذفت 12 ثانيه ده يبوظ الفيلم؟ يا باشا احذف الشخصيه كلها ولا هتبوظ حاجه. حبيبي مهدي، حبيبي رايس، كده الحصاد راح منه. معلش كانت فرصه ما ينفعش نضيعها، بس في كتير اللي جاي. انت كتير افلام ما شفتها الفتره الجايه حتشوفها واحنا نشوفها مع بعض. انت شفت ذا نورثمان، وشفت ذا انبيربل ويت اوف ماسيف تالنت، وفي everything everywhere all at once لسه عايزين نشوفه. مش موجوده هنا، نزل عندنا. ما هو في السينما ولا في ايتونز، انا لاقيه فين ده؟ نزل عندنا في مصر ان شاء الله لما ارجع اشوفه. طب ليه ما نزل عندنا؟ ماني عارف. خلاص يبقى تيجي معايا. لا لا خلاص انا عندي عندي عيال برضه وحاجات ثانيه كتير جايه في طريقه. توب جان بكره ان شاء الله. توب جان انا متحمس له لابعد درجه، فاظن الحصاد الجاي حتى لو تاخرنا حبه يا جماعه بس نلملم كده، هيكون الحصاد اللي يكمل فيه سنه. الحلقه ال 12 نشوفكم إن شاء الله على ألف خير.